سلام من الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مع الرسالة اليومية لليوم الثالث من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي، والذي تحتضنه قاعة الإمام الحسن في ضريح المولى أبي الفضل العباسي عليهما السلام، والذي حمل شعار السجاد والباقر عليهما السلام السراجان المنيران. سنوافيكم بكل التفاصيل، فكونوا بالقرب. اليوم الحقيقة هو اليوم الثالث بعد يومين مؤتمرين. المؤتمر الأول كان للإمام علي عليه السلام، والمؤتمر الثاني للإمامان الحسن والحسين، وهذا اليوم للسراجان المنيران الباقر والسجاد عليهم السلام. العتبة العباسية مهتمة بجمع هذا التراث للأئمة، ووسعت من مساحة هذا المؤتمر بحيث يكون لكل إمامين يوما منفصلا، كي يمكن مع السنوات تجميع ما يمكن من تراث الأئمة، ليعود مشروع الحياة للأئمة عليهم السلام مرة أخرى. العتبة العباسية المقدسة حقيقة لديها مؤتمرات نوعية جدا، ونوعية باعتبار أنه اختيار الزمن والمكان. المكان تعلمون في العتبة العباسية المقدسة وبقية المواقع تابعة للعتبة. الزمان وهو أيام عيد الغدير الأغر، لا شك ولا تعلمون أن الأمور كلها تحت نظر سماحة العلامة السيد الصافي المتولي الشرعي لهذا المهرجان، وهو مهرجان الولاية يقام لأول مرة في تاريخ العتبة العباسية المقدس. قد خص هذا اليوم الإمام السجاد والباقر السراجان المنيران عليهما السلام، شارك في هذه المؤتمر. يعني وزعت، تعلم أنه 27 رقم كبير، لا يسع الوقت لجميع هذه البحوث، فاختارت اللجنة العلمية والتحضيرية مجموعة من البحوث ووزعت على جلستين، جلسة صباحية الآن تقام، وجلسة مسائية الساعة الثانية والثالثة ظهرا. الجلسة الأولى تضمنت 7 أبحاث، الجلسة الثانية 6 أبحاث. طبعاً بمزيد اهتمام من العتبة العباسية المقدسة بموضوع الإمامة، واللي يتزامن مع يعني أساس الإمامة اللي بدأ من يوم الغدير وانطلاقاً لبقية الأيام، عقد هذا المهرجان وتوزع إلى مؤتمرات، وكل مؤتمر يضم إمام أو أكثر، يعني حتى يغطي سيرة الأئمة كاملة، يؤدي بالضرورة إلى يعني إعادة قراءة سيرة أهل البيت عليهم السلام واستثمار سيرتهم ونشرها في الأوساط المجتمعية، والخروج بنتائج مهمة يعني علها تنفع عامة المجتمع وليست البيئة الخاصة أو البيئة الفكرية والثقافية. هذا جدا جيد، لا يوجد أي مشكلة، لا شك ولا ريب أن هذه البحوث كلهم جيدون إن شاء الله قبل الأئمة عليهم السلام. وجدت بعض البحوث حقيقة قيما يستحق أن يكون فعلا في هذه المؤتمرات مبينا، تلك البحوث مبينة وتضيء نقاط مهمة جدا في الجانب العقائدي بما يتعلق بالإمامة، وبعض هذه البحوث حقيقة باللغة الإنجليزية. البحث كان بعنوان التعانق الدلالي في مناجاة المفتخرين للإمام زين العابدين عليه السلام، القصر بأدوات الاستثناء أنموذجا. هو بحث لغوي يعني يكاد يكون عنوان التعانق فيه عنوانا جديدا. كان التعاون مع اللجنة وتجاوب اللجنة مع البحث تجاوبا كبيرا، تعاون حقيقة كبير، يعني لا يعني أجيد هنا ولا أوجز الكلام إلا أن أتوجه إليهم بكلمة الشكر على ما قدموه من تسهيل صراحة. جلسة صباحية انتهت، كانت مليئة بالبحث والتحليل في مفاهيم إمامة السجاد والباقر عليهما السلام،
وجلسة مسائية ستليها، فكونوا بالقرب. نشكر العتبة العباسية بهذا النظام وهذا الترتيب، والذي صار على مستوى أنه لو استمر هكذا إلى الأبد لكان مفيدا جدا، ليس فقط للعراق بل حتى للعالم كله، بل ألا يكون فقط في كربلاء وينتشر مثلا إلى أماكن أخرى، بل إلى دول أخرى، بل إلى قارات أخرى كذلك، ويكون هذه كمثال للآخرين حينما يريدون يرتب مثل هذه الأمور ويجد فيها درس ويجد فيها ما يتعلمون من العتبة العباسية المقدسة، جزاهم الله خيرا. حينما حضرت هذا المؤتمر وجدت أن الفائدة، كل الفائدة في مثل هكذا بحوث جيدة وبحوث رائعة وبحوث متينة من شأنها تضفي بعض الثقافة التي هي أساسها، أساس هذه الثقافة هي كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا بد للإنسان أن يعي ويعرف ويأخذ من هذا المنبع الصافي والذي هو كلام المعصوم كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام. كان البحث بعنوان الدعاء سبيل الأولياء الإمام الباقر عليه السلام نموذجا، واحتوى هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة. هذه الفكرة كنت أتمناها منذ زمن طويل، أن تكون أو أن تتاح هذه الفرصة من أجل إدلاء الباحثين بما في جعبهم بما يخص الإمامة بجميع تفرعاتها، وكانت تنظيما رائعا واقعا ويليق بهذا الاسم وهذا العنوان. أعتقد أن هذا المؤتمر هو مبادرة جيدة والتي انطلق بألق أبي الفضل العباس عليه السلام، ومن الرائع أنهم وجهوا الدعوات لعدد كبير من الباحثين من جميع أنحاء العالم لمناقشة مفهوم الإمامة من زوايا مختلفة وأبعاد مختلفة، وأنا أتمنى إن شاء الله تعالى بأنهم سيستمرون بهذا العمل في المستقبل. أعتقد أن الإشراق في العراق سواء كان عتبة عباسية أو عتبة حسينية أو عتبة علوية، كلها تقوم بعمل مذهل للعراق. إنهم يدعون للناس وللأمة وللعالم وللمسلمين كافة، وخصوصا أتباع أهل البيت والشيعة حول العالم، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى ليوفقهم لخدمة الناس ولخدمة الإنسانية عموما ولرفعة الشعب العراقي من خلال جميع الخدمات والجامعات، ويختلف إنسانيا وتربويا في هذه المبادرة الدينية الجارية. My name is Dr. Zeeshan Abbas Razavi. I'm from India, Hyderabad. اسمي دكتور زيشان عباس رزلي، أنا من الهند حيدر آباد، وأود أن أشكر القائمين والمنظمين لهذه المناسبة، وخصوصا العتبة العباسية والشيخ المنظم لهذه المناسبة مؤتمر الإمامة المنعقد على مدى 7 أيام. وأود أن أشكر بشكل خاص سماحة السيد أحمد الصافي من كل أنحاء العالم. الدكاترة والباحثين قدموا إلى هنا، واستقطاب الأفكار ممتاز جدا عندما يتجمع من مجتمعات مختلفة وثقافات مختلفة للتقديم حول فكرة الإمامة، وطريقة التنظيم لكل ذلك كان بمنتهى الروعة، وأنا ممتن جدا. قضية الإمامة، محورية الإمامة في المنظومة الدينية، المنظومة الإنسانية، في سلوك سبل النجاة، في الترقي في مدارج الكمال،
في جامعيتها وشموليتها وعمقها بما يرتبط بأبعاد حياة الإنسان ووجوده كافة دون مبالغة. هذا العنوان في حد ذاته عنوان بالغ الخطورة والحساسية والحيوية والحياتية. من المتولي الشرعي إلى الأمين العام والأمانة العامة إلى مجلس الإدارة إلى ولا بد من الالتفات إلى الجنود المجهولين الذين هم وراء الكاميرات ولا يرون والقيمين والقائمين والمنتسبين والعاملين، إذ لولا تضافر هذه الجهود لما كان ما ترون مما يسر الناظرين ويكبت الحاقدين المبغضين. من بين الثنايا عطر الإمام الحسن وضريح أبي الفضل العباس عليهما السلام كان للتجلي والبحث في رحاب إمامة السجاد والباقر عليهما السلام معنى آخر متفرد في إحصاء علوم آل البيت الأطهار. ومع انتهاء اليوم الثالث من أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول تلوح طلائع اليوم الرابع ورسالة أخرى في كربلاء المقدسة. حتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه.